مسألة تحسين الصوت بالقرآن من باب تمام الفائدة، تحسين الصوت بالقرآن والقراءة كده بشجن وعذوبة، هذا مستحسن، ونحن رأينا بعض الأحاديث في ذلك، ولكن الجمهور كرهوا التكلف والتنطع في ذلك، بمعنى أنه يعجبه صوته فيمد مدا ليس في مواضع المد، أو يضغم ليس في مواضع الإضغام، أو يغن ليس في مواضع يعني الغنة، على هذا الشكل. فهذا المتكلف هذا ما يفعله مكروه، ما يفعله مكروه، ولكن عليك بأن تنضبط بأحكام التلاوة كما هي موجودة عند علماء التجويد، تنضبط بها وحسن صوتك، لا تتنطع، لا تتكلف، لأن الإنسان جبل لفطرته سوية. أنا أتكلم عن إنسان فطرته سوية، طبع كده وجبل أنه لا يحب التكلف، لا يحب التكلف، فكيف تجمع بين البساطة في الأداء وبين التحزين وبين التغني بالقرآن؟ هذه المعادلة الصعبة، أن تؤدي بجمال وببساطة، فلا يستهوينك حلاوة صوتك أن تغير في حرف أو تبدل في ما يعني ما يؤدي لتغيير المعاني، ما يؤدي لتغيير المعاني. فتحسين الصوت وسيلة لأن يصل القرآن إلى قلوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى رأينا وإحنا ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة،